بس النادي الأهلي كل من ينتمي لي أحيانا بيكون استثنائي، زي شخص هو فعلا استثنائي بيج رامي السبيعي اللي حقق مستر أولمبيا وميدالية. فعلا انت بتبقى سعيد وتشوف رحلة الكفاح دي. انا دخلت بشوف تعليقات كتير جدا من الامريكان، لان هم يكادوا يكونوا يعني هم الاهتمام الاكبر والشعبية الاكبر للعبة دي. تعليقات مبهرة، يعني فعلا تحس انك بالفخر ان انت مصري، سواء محمد صلاح في ليفربول او بنشوف انجازات زي دي. فعلا بتبقى سعيد نشوف انتماء بيج رامي عشان نعرف سر رامي بيقدر يحقق الانجاز ازاي. كابتن رامي، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ليك في الكوره ولا؟ اهلاوي جدا. اهلاوي جدا. جدا. لا والله جدا. مين اكتر واحد انت حبيته على مدار تاريخ النادي الاهلي؟ ابو تريكه بالنسبه لنا. ابو تريكه بالنسبه لك رقم واحد؟ طبعا. هي اشياء لا تشترى، حاجات بتجري في الدم وبتتزرع في الفكر، عشان كده بتقدر تحقق الانجاز. أكيد اشتغل على نفسه، وأكيد سعداء إن هو أهلاوي، ونادي الأهلي كمان بيتشرف بانتماء أي حد ليه، زي ما النادي الأهلي هو شرف لأي حد بينتمي ليه، وده الأهم ولازم نبقى فاكرينه طول الوقت. لا، في لقطة مهمة جدا للبيج رامي طبعا أنا ربطت بينها وبين النادي الأهلي سنة 2017، بيخسر البطولة، كان لقطات الحزن على وجهه، نفس اللي حصل مع النادي الأهلي 2017، بتخسر دوري أبطال أفريقيا. البيج رامي اشتغل على نفسه كويس، والنادي الأهلي اشتغل على أخطائه بشكل كبير جدا. يمكن ما حلفناش التوفيق في 2018، لكن جت سنة 2020 عشان تجمع اتنين أهلاوية في بطولتين مهمين جدا، كل طبعا على مستوى كرة القدم، وطبعا رامي في كمال أجسام بنحييه طبعا، وهو ده طبيعة الأهلاوي دايما، لو وقع لألف أمة.